بقاعة الاجتماعات بعمالة إقليم أسازاك نظمت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل لقاء تواصليا حول إعداد وتتبع البرنامج الثالث للطرق القروية، لقاء ترأسه عمل الإقليم وحضره منتخبون، حيث قدموا مجموعة من الاقتراحات بشأن فك العزلة وتحسين جودة الطرق بالعالم القروي. روبرتاج حجب تامك ومحمود طويف. بهدف تنمية وفك العزلة عن العالم القروي بإقليم أسازاك، نظم هذا الاجتماع من أجل إعداد وتنسيق البرنامج الثالث للطرق القروية. عروض وتوضيحات قدمتها المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل حول مختلف الإحصائيات والترتيبات التي ستتخذها لتهيئة وبناء الطرق القروية. تم التداول يعني حول هذا البرنامج، حيث تم اقتراح 13 مشروع كأرضية أولية تم التداول خلالها، ويعني كان نقاش يعني محتدم، ولكن خرجنا بواحد يعني بواحد النتيجة أننا استطعنا نحددوا الأولويات. يعني وفي هذا الإطار كنا اقترحنا واحد يعني تقريبا واحد 500 كيلومتر من الطرق، يعني بواحد غلاف مالي يقارب تقريبا 43 مليار ديال السنتيم. رؤساء الجماعات القروية قدموا بدورهم مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تسهيل ولوج الساكنة إلى مختلف الخدمات الأساسية وتحسين من جودة البنية التحتية بالعالم القروي. النقطة الأولى وهي جماعة البيرات اللي مازالت معزولة عن الإقليم بصفة خاصة، مدير لها التهية وكان اتفاق عليها باش ندالها القدرون، وتابعوها او تابعتها واحد الطرف اللي هو كان باقي في عوينت لهنا ومالي له عود دوزيام، ومن فم ذلك وتبعوا النقاط في الطرق ديال العالم القروي. طرحت فيه مجموعه من القضايا اللي كتهم الاقليم بما ما يخص الطرق الرابطه من الجامعات بيناتها في البيرات وعوينت لهنا، واللي كان جدال قوي بين هذه الجماعات، وتم الحمد لله التحكم في الطرق بالاولويات اللي هي جماعه البيرات اللي كانت في الاولويات لانها من عدم الطريق عندها كلها بيست، والجماعات الاخرى ايضا عندها اقتراحات. ويهدف البرنامج الثالث للطرق القروية إلى عصرنة وتحسين مستوى الخدمة للشبكة الطرقية بإقليم أسازاك، كما سيساهم في فك العزلة وخلق تنمية اقتصادية واجتماعية لساكنة العالم القروي.